احسان، اهلا اهلا، ازيك؟ ازيك يا مبروك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عزيزه هنا مش كده؟ اه مستنياكي يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي، نورتيني. تعالي يا غالي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. تشربي ايه بقى يا حبيبتي؟ يا ريت شويه عصير طبيعي ساقع قوي، بس الجو حر نار. من عينيا الجوز. وحضرتك تشربي ايه؟ لا ولا حاجه. لا ازاي، ودي تيجي؟ ما ينفعش تشرب عصير زي بس كده من عينيا. الست نازله لكم حالا. طب يا حبيبتي، شايفه يا غاليه؟ شايفه العز جاتنا نيله في حظنا الهبايه. ما هو كل ده في سن الهبايه. على نفسها يا حبيبتي، واحنا مالنا؟ هو احنا يعني اكل وبحلاها؟ يا اهلا وسهلا. وانا بقول برضو الدنيا كلها منوره. اهلا. ازيك يا غاليه يا حبيبتي؟ اهلا بيك يا استعزيز. يا اهلا وسهلا، ده ايه النور ده كله؟ ده الدنيا منوره بيكي يا حبيبتي. تعيش يا حبيبتي. ازيك يا غاليه؟ ازيك يا ست عزيز، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. منورين يا جماعه، اتفضلوا. شكرا. الله يخليكي. وانت عامله ايه يا عناي؟ ناقصك حاجه؟ بتشتكي من اياتها حاجه؟ قوليلي. مش ناقصها غير طلتك عليها يا ست الكل. طب دي حتى صممت انها لازم تيجي هنا ويايا عشان تتشكر لك على اللي عملتيه وياها. تتشكر لي على ايه وانا عملت حاجه؟ انت عامله ايه مع البيت خوخ؟ معيشها ملكه في العنبر، ولا حدش يقدر يهوب ناحيتها طول ما انا موجوده. وكله بقى من خيرك يا ست الكل. اتفضلوا العصير. اتفضلي يا حبيبتي. سلام يا ست عزيزه. خلي دول معاك عشان لو احتاجت حاجه. من يد من اعدمها يا ست الكل. والله البت ليل نهار بتدعي لك، ليل نهار. حلوه في الشغل يا غاليه ولا السجن مش لادد عليكي؟ اللهم صل على النبي، كانك متابعاها يا ست الكل. امه دي غاليه، دي بنتي زي الحاجه ما كانت امي. تمام، مش كده ولا ايه يا غاليه؟ اه طبعا طبعا، امال ايه. واكيد طبعا عرفتي انها بتقف معايا في عنبر المخدرات. اه ربنا يقويك يا حبيبتي. طب بالاذن، على ما تشربوا العصيره كنا نرجع. اتفضلي. ايه اللي انت بتعمليه ده يا ابله حسين؟ ايه يا بنت؟ شغل؟ هو انا مش قبل كده قلت لك لازم انت تفتحي مخك؟ ظرف زي ده كل ما بعدتي عليها بتديهوني. امال انت بقى بغلاوتك وغلاوه امك عندها الظرف بتاعك هيبقى قد ايه؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بك. منورين. الله يخليك. منوره يا غاليه. خدي حبيبتي، خلي دول معاكي. متشكره يا ست عزيزه، بس لا ما ينفعش تسيبي ايد الست ممدوده بالشكل ده. ما تاخذناش يا ست، اصلها لسه صغيره ما تفهمش في الاصول. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بضيوف الحاجه. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك يا حاج. تعال سلم يا حاج. طبعا جاي حاج الاعز من ضيوفك يا حاجه. يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا اخوي. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا يا بنتي. ازاي؟ اهلا بيك. دي غاليه بنت الحاج عواطف الله يرحمه. الله، وانا بقول البيت منور كده ليه؟ ازيك يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله. احنا كويسين طول ما انت بخير يا حاج. طب يا ستي ربنا يخليكم كويسين على طول. الله يخليك. اسيبكم بقى لقعدتكم الحلوه دي واروح انا بقى اتكل على الله اشوف شغلي. لا لا لا، خلاص كنا هنمشي يعني. ليه يا بنتي كده؟ هو إذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ لا ابدا، بس عشان الدنيا مست ويا دوب نلاقي حاجه تروحنا البيت. يوه خلاص يا حاج، خدهم معاك في سكتك. تأمريني يا حبيبتي. احنا مش عايزين نتعبك والله. لا لا ابدا، ولا تعب ولا حاجه. ادم الحاج قال كلمه ما تتردش يا غالي. شاكرين افضلك يا حاج والله. يلا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. الف سلامه حبيبتي. فوتك بعافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. منتظراكي اول الشهر، ما تعوقيش. يوم واحد منه هتلاقيني عندك. هو انا اتاخر على ست الستات؟ وانت يا غاليه حبيبتي اديكي عرفتي البيت اهو. كتر خيرك يا ست عزيز. ما تستنيش لاول الشهر. حاضر. تعالي في اي وقت. حاضر. مع الف سلامه. مع يا سلام. شرفتوني ونورتوني. الله يخليكي يا حبيبتي. مع السلامه يا غاليه حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه.
يا اختي ده؟ عربية دي ولا قطش الجلوس؟ اطلعي اطلعي. بسم الله ما شاء الله يا حاج، ربنا يا اخويا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليك.